واحدا من العمليات الإرهابية التي تشهدها البلاد بعد أن شهد سكان القاهرة عدة انفجارات للسيارات. إزاي سبتوا ده يحصل؟ عدد من المناطق الحيوية. إزاي؟ الأمر الذي أدى إلى سقوط العشرات ما بين ضحايا ومصابين. سيادتك يا فندم، محدش فينا كان متخيل إن الأمور هتوصل للدرجات. وهو وصل. من ساعة القضية الزفت دي ما اتفتحت وكل يوم عندنا مصيبة. سرعة نقل المصابين وتكثيف الحملات الأمنية لسرعة القبض على البناء. والذين لسه ده عند مكتب رئيس الوزارة، مش عارف اروح اقول له ايه. قول له يا فندم ان احنا في حاله حرب. حرب مع الارهاب. سيادتك كل يوم بيقع مننا ناس عشان بيأدوا واجبهم. سيادتك احنا ما قصرناش في حاجه. والكل لازم يعرف ويفهم عشان يقدروا اللي احنا فيه. هشام! هشام! إسعاف! أنا المقدم حازم الأمن الوطني، عايز إسعاف ضروري حالا دلوقتي. في ضابط بيموت. هشام! المعادي شارع 7، أرجوك بسرعة. حمزة ده بينزل في حمزة، لازم يتنقل المستشفى بسرعة. الإسعاف جه حالا. ألو سليم صح؟ والدور على مين بقى إن شاء الله؟ وحيد، خليك هنا، أنا هحاول ألحق. يلا بسرعة يا حمزة. هشام! 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 ومعنا الآن خبر عاجل ومؤكد، وهو سقوط ضابط سابق في جهاز الأمن الوطني بعد تعرضه لمحاولة اغتيال. شهود عيان في موقع الحادث أكدوا أنه تعرض لإصابة بالرصاص عليه من مجهول، وجاري الآن نقله إلى المستشفى في حالة الحركة. هذا وقد شهدت القاهرة اليوم سلسلة من التفجيرات الإرهابية المشتبه في كونها فصيل جديد من جماعة نور الهدى الإرهابية، وجاري الآن البحث عن الجناه بعد صدور أوامر بسرعة ضبطهم وإلقاء القبض عليه. ايوه وحيد، انت فين؟ خليك عندك، اوعى تنزل، اوعى تروح اي حته. انا جاي لك في السكه حالا دلوقتي. طيب خلاص، اوكي متشكره قوي، شكرا. باي باي باي. ماما انا حجزت لك بكره على طياره بيروت. صبري، طب انا هتحرك عليه حالا دلوقتي. سلام. هذا وقد صدر بيان عاجل من رئاسة الوزراء منذ قليل يدين الاحداث الارهابية التي شهدتها البلاد اليوم والتي ادت الى سقوط العديد من الضحايا والمصابين، ويعد هذا البيان هو الثاني من نوعه. كل اللي امرت بيه تنفس يا شيخ. عارف يا صالح، عارف. سليم دلوقتي في طريق التنفيذ اهم ضربه لينا من العدد. ايه؟ هو هيعمل ايه تاني؟ مش مهم يا صالح هيعمل ايه. المهم دلوقتي ان سليم رجع لنا. خد يا صالح. البيان ده عايزه يتوزع على كل الجرايد ومواقع الانترنت. عايز كل الناس تعرف اللي حصل ده حصل ليه
ومين اللي ورا؟ امرك يا شيخنا. شكرا يا حمزة، ألف شكر. على إيه يا فندم؟ خير يا فندم، أنت كويس؟ أنا كويس، في إيه؟ في حاجة؟ في إيه إيه؟ أنت ما قلتلوش ولا إيه يا حمزة؟ فندم كان جاي لنا تهديد من سليم لسعادتك. آه، يبقى سليم اتجنن، وعشان كده لازم نوصل له بسرعة يا جماعة، قبل ما يقتل حد تاني مننا. بص يا حمزة، اللي أنا متأكد منه لحد دلوقتي إن لو في حد سليم عايزه، الحد ده هو أنت. أنا متأكد يا حمزة. علشان كده انت لازم ترجع الوزاره، لازم يا حمزه، وما تخرجش منها ابدا، تمام؟ ابوس ايدك، اسمع كلامي ولو مره واحده في حياتك، ارجع انت وسيبنا اتصرف، وان شاء الله النهارده مش هيعدي الا وسليم في ايدي. يا بهاء افهم افهم بالعقل كده، هو دلوقتي عمال يقتل واحد ورا التاني، وقبل كده كان في انفجارات، ليه كل ده؟ اكيد يا فندم علشان البلد تولع، علشان الاعلام يصور، علشان الناس تخاف، ممكن ساعتها الوزير يتشال. تفتكر يا فندم ممكن يبقى الهدف اللي جاي هو الوزير؟ والله ممكن، تصدق؟ وعشان كده بقى احتياطيا لازم تتصلوا بسيف يا جماعه، علشان يبلغ حرس الوزير انه ما يخرجش دلوقتي، واذا بفرض انه لازم يخرج لازم يغير خط سيره بسرعه يا جماعه، مفيش وقت. ايوه حمزه، في ايه؟ لا لسه سياده الوزير ما خرجش. بتقول ايه؟ سيادة الوزير. ايه فيه؟ سيادتك ما ينفعش تخرج من الوزارة دلوقتي. ايوه يا نهى. ايوه حبيبي، عاملة ايه؟ تمام، انت كويسة؟ انا تمام يا حبيبي، انا تمام الحمد لله، كويس كويس، وبابا كمان كويس، ما تقلقيش. انت فين يا ستي؟ والله كلنا كويسين زي الفل. انا بقولك اهو، انت فين بقى؟ فين؟ الو، قولي تاني، صوتك بيقطع يا نهى. الو، هو ده وقته؟ هو ده وقته؟ يعني ايه ما اقدرش اخرج؟ ده كلام يا سياده اللواء؟ يا فندم، خروج سعادتك من الوزاره هي الحاجه الوحيده اللي هم عايزينها دلوقتي. كل اللي بيحصل بره دلوقتي عشان سعادتك اول ما تخرج تتعرض لمحاوله اغتيال. يبقى تمنعوهم، تشوفوا شغلكم، مش تقول لي اقعد في مكتبي. يا فندم احنا مش في ظروف طبيعيه، لازم نتعاون على الاقل الليله دي. يعني ايه وزير الداخليه ما يقدرش يطلع من مكتبه؟ يا فندم انا سيف، انا اخترتك علشان قلت انك هتقدر على المهمه دي، لكن واضح ان اختياري كان غلط. وماله، الغلط يتصلح. في عربية مستنياك يا ماما تحت، هتوصلك لحد المطار، وأنا مظبطة لك كل حاجة هناك، العربية بحجز الأوتيل بكله. عارفة يا ماما لو عليا كنت أنا وصلتك بنفسي، بس أنت فاهمة؟ فاهمة، خلي بالك من نفسك. حاضر يا ماما، هخلي بالي من نفسي وهكلمك كل يوم وأطمنك عليا كل يوم. عارفة لو ما كلمتنيش كل يوم هحجز في أول طيارة وحاجة ويحصل اللي يحصل، فاهمة؟ فاهمة يا ماما، حاضر. وبعدين يا ماما إحنا مش هنغيب عن بعض شهور، هما إن شاء الله يومين وهنرجع نتقابل تاني. ان شاء الله. بس يا ماما، بس يا ماما يا شافي بقى ما تقطعيش قلبي. بس بس خلي بالك من نفسي. حاضر. لا اله الا الله محمد رسول الله. يلا. كفايه يا سليم، كفايه. مش مكفيك كل اللي ماتوا؟ لا مش كفايه،
قلت لك زي ما ابويا مات كلكم هتموتوا. انتوا اللي قتلتوه يا حمزه، انتوا. وانا اللي هقتلك يا سليم، سمعني قسما بالله العظيم لاجيبك واقتلك يا سليم. الدور على بنت اللواء صبري نهى، قدامك ربع ساعه. ايوه نوح، انا وصلت تحت البيت. انت فين؟ بيت ايه؟ بيتكم القديم. نعم، هو انت مش بعتلي مسج بتقولي لي تعالي لي عند بيتي القديم؟ امال مين اللي بعت المسج دي؟ طب انت فين دلوقتي؟ خليك يا سليم. مش ناوي تروح لابوك تقرا له الفاتحه وتدعي له؟ ده اللي بقيله يا ابني، دعوه من ابن صالح. ابن صالح؟ هو في ابن صالح يسيب ابوه يموت من غير ما حتى يشوفه؟ ما كانش بايدك يا سليم. ربنا اعلم باللي انت فيه، ربنا اعلم باللي احنا فيه كلنا. متقلقش، إذا كنت جاي تسألني عن الشغل فالنهارده أنا هروح المتحف وهزرع المتفجرات. أنا مش جايلك علشان كده، أنا جايلك علشان أطمن عليك وأسألك عملت إيه مع مراتك. مراتي مسافرتش. أيوه بس أنا سمعت إنها سافرت أمها. بس هي مش هتسافر، أنا اتكلمت معاها. ماشي يا سليم، ماشي. على كل حال الرجالة جاهزين وقت ما تحب. لما تجهز بقول لي. تنساش تكلم معتز عشان يطلع لك التصريح. معلش يا حمزة ما تزعلش مني، أنا قافش علشان احنا أصحاب وأكتر من الأصحاب. أنا خايف عليك، مش عيب يا حمزة، مش عيب. الليلة دي مش هتعدي على خير، واللي اسمه سليم ده ممكن يعمل أي حاجة في الدنيا. يا حمزة في إيه؟ وأنا هخاف ولا إيه؟ ما يعمل اللي يعمله، أنا مش هسيبك. طب افهم، افهم بقى، سليم عايزني أنا. حمزة أنا قلتها لك كلمة، لا يعني لا، أنا مش هسيبك، بالذوق بالعافية مش هسيبك. انتهى. صبري انا هرجع الوزاره وبحصل
لا مش هقدر اجي مع حضرتك، لازم اعدي على البيت الاول اطمن على لوحة اشوف اخبارها ايه. هي عامله ايه دلوقتي؟ معلش يا صبري، مش هي بس اللي خسرته، الحقيقه يا فندم كلنا خسرنا. السلام عليكم. سيادة اللواء، سيادة الوزير عايزكم في مكتبه حالا. طب روح انت. هذا وقد تأكدت لدينا الأخبار التي ترددت منذ قليل باستشهاد الملازم هشام محمد طلعت متأثرا بجراحه في مستشفى الشرطة فجر اليوم، ليرتفع عدد شهداء الداخلية في أحداث الأمس إلى 13. كان آخرهم المقدم بهاء حسين عبد الرحمن الذي استشهد أثناء مطاردته للجناة، وبهذا يصل عدد شهداء الداخلية منذ أن أعلنت الحرب على الإرهاب إلى أكثر من 415 شهيدا كتبوا بدمائهم الزكية سطورا جديدة في ملحمة البطولة والكرامة. الحمد لله على السلامة يا رانيا، انت عاملة ايه دلوقتي؟ الله يسلمك. انا اول ما عرفت انك فوقتي جيت على طول. طمنيني عليكي، انت كويسة دلوقتي؟ طب عرفتي ان سليم لسه عايش؟ ايه؟ ازاي؟ في حاجات كتير قوي يا رانيا حصلت وانت هنا، حاجات لو حكيتلك عليها مش هتصدقي. عشان خاطري قومي انت بس بالسلامة وشدي حالك وانا هبقى احكيلك على كل حاجة. انت مش تمشي من هنا غير لما تحكيلي كل حاجة. احكي. اغتيالات وانفجارات ولواء اتخطف وناس بتموت على الهوا، تقدروا تقولوا لي عملتوا ايه؟ قبضتوا على مين؟ يا فندم احنا سيادتك كفايه! مش هسمع اعذار، كفايه قوي كده. وانت سياده المقدم مش كنت في اجازه؟ اتفضل. ايوه يا فندم سياده المقدم. اوامري تتنفذ لان انا اللي بشيل كل حاجه على دماغي. اتفضل يا سياده المقدم، ابعد عن القضيه دي خالص وكمل اجازتك في بيتكم. اتفضل. حمزة حمزة أنا مش عايز اللي حصل جوه ده يأثر فيك. أنا وأنت عارفين كويس إنك عملت اللي عليك وما أثرتش في حاجة. استريح حمزة، أنت تعبت معانا كتير. استريح وإحنا هنكمل. كل ده حصل وأنا هنا؟ ولسه في حاجات كتير قوي هتحصل. البلد ولع يا رانيا، احنا مش ملحقين على اللي بيحصل فيها. اقولك على حاجه، كل ما كانت بتحصل مصيبه كنت بحس بقيمتك قوي. انت الوحيده اللي كنت بتعرفي تغطي اي حاجه بتحصل في اي وقت واي مكان. حبيبتي انت بس تقومي كده وتفوقي وتشدي حالك، عايزك ترجعي الشغل تاني. انا لازم ارجع بسرعه، انا لازم ارجع بسرعه فعلا. خرجوك من الخدمه ليه؟ عشان اللي حصل ده ما كانش ينفع يعدي من غير ما حد يتجازى، والوزير شايف ان انا ما ينفعش اكمل في القضيه دي. ناوي تعمل ايه؟ اكمل طبعا، مش هسيب حق بهاء غير ده، فاهمه؟ مش هسيب حق بهاء
يخرجوني بقى من الخدمه يرجعوني تاني ما عادتش فرقه. كل اللي فارق معايا دلوقتي ان اجيب سليم. طب انت متاكد ان هو اللي قتل بهاء؟ غاده، لو سليم كلمك لازم تقولي لي. لازم يا غاده، انا مش هسيب سليم مهما حصل، فاهمه؟ وبقولها لك من دلوقتي، لو حاولتي تساعديه او تداري عليه تبقي بتساعدي ان ناس تانيه تموت. كلامي مفهوم طبعا؟ مفهوم. حاضر يا حمزه، لو سليم كلمني هقول لك. الو، ايوه يا نجله، انت فين؟ انا عايزاكي في موضوع ضروري، قولي لي انت فين. طيب انا جايه لك حالا، يلا باي. على فكره انا لسه زعلانه منك يا استاذ شوقي. المهم الحمد لله على سلامتك يا رانيا، اتفضلي. اتفضلي رانيا، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. رجعتي امتى يا بنتي؟ مش كنتي تقولي لنا عشان نيجي نجيبك؟ انتوا وحشتوني كلكم، ونفسي اقعد معاكم واحد واحد نرغي براحتنا. بس بعدين انا عايزه كل الملفات بتاعه الاحداث اللي حصلت في غيابي. حالا الارشيف كله هيكون عندي. يلا بينا. طب يا رانيا انا في مكتبي، لو احتجت اي حاجه ابقى عد عليا. متشكره جدا يا استاذ شوقي. العفو. ادخل. افهم بقى ايه الكلام الفارغ اللي حصل ده؟ حمزه ازاي يمشي بالقضيه دي؟ اقعد يا صبري باشا واهدى، خلينا نشوف هنعمل ايه. اهدى ازاي بعد كل اللي عمله واستحمله عشان القضيه دي يمشي؟ ليه؟ القرار مش قراري، القرار قرار الوزير، وهو اللي هيمسك القضيه دي من النهارده. واللي حصل لحمزه ده غلط. كل اللي عمله سياده الوزير ده غلط. حمزه هو الوحيد اللي عارف القضيه دي، وهو اللي هيعرف يجيب سليم، وبارادتنا وغصب عننا حمزه هو اللي هيكمل. يعني ايه؟ الوزاره ما فيهاش غير حمزه ولا ايه؟ يا فندم المساله مش مجرد قضيه شخصيه. بعد موت بهاء حمزة هو اللي هيكمل، حتى لو بشكل مش رسمي. والموقف اللي احنا فيه ده مش هيتحل غير بحاجة من اتنين، يموت سليم يموت حمزة. بنتي ما عملتش حاجة، هو كل مصيبة تحصل في البلد تجيبوها على هنا؟ غدا انتي كويسة؟ تعبانة بس محتاجة اروح دلوقتي. اتفضلي هوصلك. لا متشكرة قوي، واظن انا عملت اللي عليا وزيادة. انا هوصلكم. ممكن نمشي بقى دلوقتي ولا تحب نجيب محامي عشان نخرجها؟ محامي؟ انا ما اتشرفتش بسعادتك. خالد شكري زميلها في الشغل. لا الحكايه مش محتاجه محامي. هنقعد ولا هنمشي ولا هنعمل ايه بالظبط؟ لا طبعا طبعا تقدروا تتفضلوا. يلا يا بنتي، يلا يا خالد. هيعدي عليك واحد دلوقتي اسمه خالد شكري، عايز تحريات كامله. Thank you.
غادة مالك؟ صوتك قلقني جدا، في ايه وفي حاجة حصلت؟ انا عايزة اسيب البيت يا نجلة، عايزاك تساعديني نلاقي حتة اقعد فيها. في ايه؟ تسيب البيت ليه؟ مش طايق ارجع البيت، مش طايق اقعد في مكان بيفكرني بسليم. عايزاك تشوفي لي اي مكان ما يعرفش يوصل لي فيه، ان شاء الله اقعد في الشارع. لا لا، شارع ايه بس؟ بس يعني بقولك ايه، دوري دوري وطلع. على فين؟ مش انت عايزه مكان ترتاحي فيه ولا تفتكري حد ولا حد يجيلك؟ انا هوديكي مطرح ما انت عايزه بقى. طيب ماشي، اللي هو فين؟ بصي يا ستي، في اوتيل بنتعامل معاه على طول في الشركه بتاعتنا، دايما بيودي الجست بتاعنا هناك، وهم هناك صحابي قوي كمان. تلاقيش، يلا يلا اطلع. ماشي. اسماعيل اسماعيل، هو ايه اللي حصل في موضوع المتحف المصري الجديد ده؟ ايه ماله؟ مكتوب ان بعد ما المناقصه رسيت على صبحي الغنيمي ساب المشروع كله معتز شاب. اه، وايه المشكله؟ المشكله ان صبحي منافس معتز، ده عمره ما ساب مشروع لحد، عمره ما ساب اي مشروع بيدخله اساسا، حتى سابه من غير ما يقول هو سابه ليه. عادي يا رانيا، رجال اعمال بقوا مجانين، هنوجع دماغنا بيهم ليه؟ عشان ده شغلنا يا استاذ. بعدين انا حاسه الموضوع ده في ايه؟ طب خف على نفسك شويه، عشان انت راجعه ما بقالكيش كام ساعه ومخليه شكلنا كلنا وحش. ما ده من خيبتكم يا استاذ. انا لازم افهم رايحه فين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ريس؟ اهلا بيك. انا المهندس كريم رياض من شركه ميجا اندستريز. احنا جايين النهارده عشان نبدا الشغل. النهارده؟ بس اللي انا اعرفه ان شغلكم لسه بدر عليه. اه، ما احنا قلنا نبدا بقى علشان نلحق الافتتاح. طب يلزم اي خدمه؟ لا ربنا يخليك يا ريس، انا معايا رجالتي كلهم. خلاص، انا هاخد رجالتي واطلع اكمل الشغل فوق، ولو حضرتك عايز اي حاجه ابعت لي، انا اسمي الريس شاكر. سلام عليكم. ربنا يخليك. سلام عليكم. يلا بينا يا رجاله. نزلوا صناديق بسرعه وكل عدة الشغل، يلا بسرعه يا اخوانا بسرعه.